مشاهدينا رجعنا من بعد الفيديو كليب، وان شاء الله تكونون استمتعتوا باهداء الفنان كاظم الساهر اللي يعرض لاول مره من خلال برنامجكم. طبعا باتصال مباشر مع المخرج حسين دعيبس، بلغنا بانه هو التصوير تم في الاردن بمنطقه بجنوب البحر الميت، وايضا صور في عمان، واستغرق التصوير 4 ايام، وطبعا كان على مرحلتين، وكل مرحله كانت بينهم فتره 40 يوم. واكيد راح نشوف تفاصيل الميكينج اوف، وتفاصيل كثيره راح تكون من خلال الميكينج اوف، فخلكم معنا. والآن بدنا نحط أغنية إنسى، تقول إنسى. وناي كانت معي مشاركة ممثلة فنانة درة، والآن في أغنية تقول إنسى من الفنانة ريم. يعني نحاول نظهرهم بطريقة بسيطة، ولكن بنفس الوقت بها شيء جديد في الإخراج. المبدع دائما حسين دعيبس عنده أفكار حلوة، ونحاول نظهرها بأجمل صورة إن شاء الله. تقول إنسى كلمات الشاعر الأستاذ أسير الشوق، ومن ألحاني توزيع هشام الياس.